السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم ان شاء الله باذن الله غنشوفوا واحد الطبق شهير عندنا في المغرب وتيعجب بزاف الاسر المغربيه، هو التقليه او الشكامبه، كاينين مناطق اللي تسميوها شكامبه او الكرشه او الدواره، على حسب كل واحد شنو تيسمي هذا الطبق. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير واسرار النجاح ديال هذا الطبق. بسم الله على بركة الله، غادي نحتاجوا 4 ديال الزيتون احمر، حامضة مصيرة، 2 بصلات كبارين محكوكين، 5 الفصوص ديال الثوم، 2 مطيشات كبارين محكوكين من بعد ما حيدنا لهم الزريعة، وواحد الكمية ديال القزبر ومعدنوس اللي شديتها ونقيناها ودقيناها. التقلية البنات غتكون مغسولة في شوية ديال الماء والملح او لا الماء والخل، غادي تقصر مزيان وتبتليلة كاملة، تنضيفو لها قطعة ديال اللحم، قطعة ديال البروت، قطعة ديال الكبدة، الى كان توفر البنات ديال تاب قطعة ديال اللحم الراس تا هو تيضاف، انا ما توفر ليش ما ضفتوش، والجزر تيبقى اختياري، كي اللي تيبغي يضيفو مرحبا، اللي ما تيبغيش ما يديروش. سر من الاسرار النجاح ديال هاد الطبق ديال التقلية والقليل ديال الناس اللي تيضيفو هاد سكينجبير طري هو معلقة كبيرة ديال سكينجبير طري، تحكوها البنات وتضيفوها على قزبر مدنوس، سمحوا ليا، تضيفوها على قزبر مدنوس وتضيفو الثومة تكون بزايدة البنات، انا دائما تنقول على حسب الكمية تاع كل واحد وعلى حسب عدد الافراد ديال العائلة، تنضيفو شوية الملحة وشوية الهريسة وتندقوا هاد الثومه والسكينجبير طري والقزبر مدنوس، تندقوهم مزيان اولا البنات لان ديجا هنا كلشي لاحظتوه انه محكوك ومغطى، تقدروا غير تمزجوهم غير بمعلقه في واحد الاناء وتضيفوهم على التقليه. تناخذوا طنجره تاع الضغط، وهنا التقليه البنات راكم عارفين خصوصا لما كانتش ديال الغنمي، الا كانت تاع البقري راه تتبغي طياب. تناخذوا طنجره تاع الضغط تنوضعوا فيها التقليه وتنضيفوا ليها شويه تاع الملحه، شويه تاع الابزار، شويه ديال السودانيه، وخرقوم عرق، شويه الكمون، شويه سكينجبير والقزبر يابس البنات، وضروري التوابل، يعني ملي تنذوقوا اولا ملي تدخل الطياب الوصفه ديالتنا ضروري تنذوقوا نعرفوا شنو خاص مازال تنزيدوا البنات. تنضيفوا 2 بصلات محكوكين، يحكونوا محكوكين البنات في الحكاكه رقيقه من الاحسن، وتنضيفوا القزبر ومعدنوس مع الثومه ومع السكينجبير طري، وتنوضعوها على نار تكون مهيله البنات، وتنبقاو نقليو فيها في هذه المرحله. ضروري البنات في هذه المرحله الاولى ان هي نورمالمون عندها في الاول وفي الاخر ضروري انها خاصها تتقلى. علاش مسمينها التقليه؟ لانها تتقلى في الاول ديالها وفي الاخر يعني في الاول فاش يلا تنوضعوها طيب، وفاش تكمل الطياب ديالها تعاوتاني تتقلى. هنا تتاخذ منا تقريبا البنات شي 10 دقائق وحنا تنقلي، فهي راه ساهله وتتجي لذيذه ولكن تتبغي الخاطر، يعني اي حاجه البنات في الكوزينه راكم عارفين تتبغي الخاطر باش تستقل الاكله زوينه. ما بعم سمحوا لي بمعلقه ديال الخشب تنبقاو نحركوا فيها من تحت للفوق وتنعاودوا نحركوا وتنعاودوا نقليو بشويه بشويه، وتتبدا تهبط، لان شوفوا الكميه ديال التقليه تتبدا تهبط لينا، تبدا تطلق داك اللدام ديالها وديك الشحمه ديالها وتبدا تطلق وتتقلى في هذاك اللدام ديالها. مره البنات نحركوا، نضيفوا نص حامضه مصيره مقطعه مكعبات صغارين، والنص الاخر تناخذوا منه تلمح، يعني تلمع هذا الزيتون عاد باش تنضيفوا واحد شويه منه وتنخليوه شويه للتزيين. من بعد ما تقلات مزيانه البنات عاد باش تنضيفوا راس معلقه ديال التحميره، وتناخذوا معلقه اولا 2 معالق كبارين ديال مطيشه اولا الطماطم المركزه،
تنضيف لهم الماء الطيب اللي كنت غادي نروي به التقليه، تنضيفه على ديك الطماطم المركزه وتنحركوه عاد باش تنضيفوا التقليه، يعني باش الماء ديال الروا تيكون كافي فين طيب هاد التقليه. هي تتبغي الماء البنات وتتبغي الطياب بالمعقول، لان خصوصا الا كان كيف ما قلت لكم ديال البكري ماشي ديال الغنمي، اما ديال الغنمي ما تحتاجش الوقت بزاف البنات، حتى يكون تتكون يعني الخروف تيكون صغير وتطيب دغيا. تنضيف واحد جوج معلقات كبارين ديال زيت الزيتون في هذه المرحله وتنسد عليها الكوكوط لمده ديال ساعه تقريبا تاع المقانه حتى تيطهى الطياب مزيان، اولا تقريبا تتقول طهو بقات لها شي 10 دقائق اولا 15 دقيقه عاد باش تنحلو. تنضيفو جوج مطيشات محكوكين حكا كرقيقة كيفما قلت محيدة ليهم الزريعة البنات. تقدروا تستغناو على البصلة وتقدروا تستغناو على مطيشة وتقدروا تستغناو تخدمو غير بالثومة فقط، راها تجي زوينة. تنضيفو خيزو قطعات اولا دوائر، وهنا انا كيف ما قلت لكم الخيزو البنات اللي بغا ولاو على حساب الوليدات ديالكم، الا كانوا تيبغيو الخيزو في هذا الطبق تضيفوه، ما كانش ما تضيفوش، تقدروا تكتفيو غير بالزيتون والحامض مصير. البنات انا كيف ما قلت لكم التقليه تقدروا تستغنيو على البصلات، تقدروا تستغنوا على مطيشات، تقدروا تخدموها غير بالثومه صافي، تبغي غير الثومه بالكثره وكزبر ومعدنوس وسكينجبير وتجي رائعه البنات والله العظيم الى تجي هائله. غير هنايا هاد الاضافات الا كنتو زعما تفضلوا انكم تدخلوا مثلا مطيشه وبصله، لان الخضار ضروريه في زعما في الاطباق ديالنا ضروري اننا نستعملوا الخضار. تنضيفوا زيت الزيتون اللي احمر، تنضيفوا واحد قطعه ديال الحامض المصير وتنسدوا عليها الكوكوط وتنسدوا على الكوكوط تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني الوقت اللي غادي يطيب فيه الجزر، ونحلوها. ونقدموها بالصحه والراحه ونزينوها بشويه الحامض المصير، وتنتمنى ان شاء الله باذن الله ان هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا بهذه الطريقه، لان تبارك الله راكم البنات كلكم حاديات وكل واحد عنده الطريقه ديالته عنده النكهه والسر ديال اللذه ديال الطياب في يده. مي نتمنى ان شاء الله باذن الله انكم تجربوها بهذه الطريقه وتخليوا لي تعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل في فيديو اخر يا رب، ودمتم في رعاية الله وحده.